عم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. برعاية مجمع الشروق وشركة رامي من تنظيم مديرية الشباب والرياضة تحت إشراف السيد الوالي وبمناسبة الدخول المدرسي واليوم العالمي لمحو الأمية، عم يزيد يعطيكم موعد يا أطفال يوم السبت 15 سبتمبر على الساعة 3 مساء بمدينة سطيف، وهذا بدار الثقافة ابتداء من الساعة 3 مساء. الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم، مفاجآت عديدة في انتظاركم يا أطفال، كونوا في الموعد. لا 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 ولدي يا ولدي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ولدي يا ولدي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر.